أخذت الكاس في هذا الشوط، شوط الكاس، والآن ينطلق على بركة الله وتوفيقه شوط آخر، شوط له أهميته وله قيمته وله مكانته البارزة، شوط كأس أخرى، شوط الكاس للإذاع المحليات، الإذاع المحليات الأصائل. وهنا سيكسر التيم أيضا، هذه الأصائل لا تأتي هنا في هذا الميدان إلا وهي مليئة بالأصالة ومليئة بالشدة ومليئة بالحماس ومليئة بالاندفاع ومليئة بالتصميم والعزم لكي تبدي كل ما لديها من جهود ولكي تقدم المزيد والمزيد من الشوق ومن الاشتياق لهذا السباق الذي نحن دائما نحرص عليه ونحرص على متابعته، ليس نحن فقط وإنما كل أبناء الخليج العربي في كل مكان من دول خليجنا العربي، من المملكة العربية السعودية، من دولة الكويت، من مملكة البحرين، من دولة قطر الشقيقة، من سلطنة عمان، من الإمارات العربية المتحدة. هذه الرياضة التي ورثناها عن الآباء والأجداد وسنظل نحافظ عليها إن شاء الله. ينطلق الآن على بركة الله وتوفيقه الشوط الثاني في هذا المساء، وفي المقدمة الآن الهد لسمو الشيخ، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اللي فوق هني الهد لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني، مضمرها السيد عبيد بن شينان المري، هي اللي في المركز الأول. وفي المركز الثاني سجود لسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، مضمره السيد طارش بن مبارك بالقوبع، هذا اللي كنت اقول عنه المرعب قبل سنوات، وان شاء الله سيكون مرهب، بعد ان كان مرعبا اصبح مرهبا. الان اللي في المركز الثالث الطياره لسمو الشيخ محمد بن مكتوم المكتوم، ومضمرها السيد الغفيج بن الصغير المالكي، هذه الثلاث الاوائل. الضبيه غيرت، الضبيه لسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفه الثاني، ومضمرها المرعب وصل المرعب، الاسم هذا الحقيقه يرعب، يخلي الانسان يهتز من اعماقه، مرعب. ثلاث كاسات، لا الله الله الله، تضربني نوشه، يوم اسمع اسمه نفضه من مسفر، من ناصر بن مسفر، والله اني انتفض. الله 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 الله، اليوم يوم الكؤوس، اليوم يوم الناموس، اليوم فخر النفوس، اليوم يا اخواني سوف اذيع وانا مليء بالحماس، مليء بالحماس، وامسكوني قبل ما يغيب حسي وطوس. الله 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 الله، شوفوا الطيارة اللي طارت، وطارت الطيارة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، انضمرها السيد خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. ولكن هناك الامور قفلت عليها لحد هذه اللحظات، الهد وتهاد الهدة على الكاس، تهاد هدة قوية، هذه الهدة لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني، مضمرها السيد عبيد بن شينان المري. وهل يا ترى الكاس الرابع يذهب الى هناك؟ الله اعلم، الله اعلم. نحن وين ذهب نقول مبروك، نحن وين ذهب نفرح، ولكن نحن نتمنى ان يبقى عندنا كاس نفاخر به كما فخرتمونا باخذ ثلاثة كاسات، نحن نريد ان نفاخر ايضا، وجدامنا المدى طويل، ونوعدكم ان في اشواط السباق هناك من بعد العيد انتظرونا غدا، وان غدا لناظره قريب. وهذا نقوله من الان، سوف يكون هناك تسجيلا لسباقات قوية ان شاء الله بعد العيد، كأس الكؤوس، كأس الثنايا التي نحن ننتظرها من ثنايا الثنايا ومن أعماق الأعماق، ننتظرها على أحر من الجمر. سوف يأتي هناك لقاء، وهذا اللقاء هو لقاء محبة، هو لقاء إخاء، هو لقاء نقاء، هو لقاء صفاء، ليس بيننا إلا المحبة، وهذه السباقات تجمعنا دائما على المحبة. وانا اقول ان الطيارة احجزوا تذاكركم، وبدت الطيارة ترتفع، الطيارة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خذت المقدمة الان تحلق في اجواء المركز الاول، مضمرها خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، طارت الطيارة.
هذه الطيارة، ومن زمان أنا ما قلت طارت الطيارة. الله، يوم عهد الطيارة، يوم عهد الطيارة وعهد البترول، تذكرون البترول اللي كانت عند سمو الشيخ حمدان بن راشد، يوم قربت الطيارة من عند البترول، قلت الآن الطيارة شيكت، شيكت من البترول وطارت، والآن الطيارة الآن مبونها مشيكة، مبونها طارت، طارت وانتقلت للمركز الأول وبدون منافس على الإطلاق. الآن الطيارة كعوائدها دائما، سجلاتها مليئة، مليئة بالإنجازات. الطيارة كل حرف من حروفها مسجل بالذهب، باللولو، بالألماس، بالياقوت، بالمرجان. الله 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 الله، يا رقص يا رقص يا حلو، الله يا فنان، الله يا رائع، الله يا تنحدر من وين؟ من سلالة صغان العشرة، السلالة الصغانية، السلالة سلالة صغان. نعم 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 نعم، أبوها أبوه أبوه كم صال وجال في هذا الميدان، وعند وقت النزال أربعة كم؟ 10 كيلو، 14 مرة. نعم 14 مرة، وهو 10 كيلو يدورهن على حاضر، ولا وقف ولا توقف ولا ثانية ولا دقيقة ولا طشونة ولا شيء. وهذه لا يتعصى ولا يها خالي ولا يا صبي حلو، صبي يدق مسيقة على الطاقية، يدق مسيقة دلنا يا عرس عريسك نايل. الله 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 الله، شوفوا 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 الطيارة، هذه الطيارة التي تبدع وتقدم كل شيء. الله الله، ولكن هنا واحدة الآن دخلت اللي هي رقم 9، اللي هي رقم 9، الهدة لا همبونها داخلة، همبونها داخلة لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني، مضمرها السيد عبيد بن شينان المري. أما المركز الثالث وهو من نصيب أريام، أريام لصاحب السمو رئيس الدولة، الآن دخلت وخذت المركز الثالث، مضمرها السيد جمعة بن عتيج الرميثي. ومجالنا هنا للثلاث الأوائل، لا يسمح بالإذاعة إلا للثلاث الأوائل. اللي يبغي الإذاعة، اللي يبغي الصوت الحلو، صوت عبد الرحمن أمين وصوت سالم عمر، يتقدم هني، يتقدم هني للمراكز الثلاث الأولى. الضبية، الضبية وصلت الآن، وصلت الضبية وخذت المركز الثالث، مضمرها السيد سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة الثاني، مضمرها ناصر بن مسفر الشهواني، ياكم الشهواني بياخذ الكاس الرابع. الله يا اخواني، يا اخواني شيء غريب وشيء عجيب، 3 مرات متتالية الشهواني ياخذ 3 كاسات، وين بيصفهن؟ وين بيحطهن؟ الله 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 الله، نحن لازم نجيب له كل كاميرات التلفزيون، كاميرات NBC وكاميرات CNN وكاميرات دبي الفضائية وكاميرات ابو ظبي الفضائية وكاميرات دبي الرياضية وكاميرات كل العالم. سوف يبهرهم لميع الكؤوس، لميع كؤوس الكؤوس التي حصل عليها المرعب، حصل عليها مرعب النفوس، مرعب النفوس ناصر بن مسفر الشهواني. ويتقدم ويتقدم الشهواني، وياكم الشهواني، وياكم اشردوا اشردوا، ياك الموت يا شارد عنه، ياكم الشهواني اللي هو بالمركز الثاني وبغى المركز الاول وبغى الكاس الرابع. ولكن الان ممتازه وصلت، ممتازه اللي هي عند المتميز، ممتازه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، مضمرها السيد احمد بن حماد المحيربي المتميز، وانتقلت الممتازه الى الموقع الممتاز، الى المكان الممتاز، الى المركز الاول. ممتازه ممتازه، وكوني ممتازه وحافظي على هذا الامتياز. المدى لم يعد هناك مدى، اصبري اصبري شوي اصبري، ما بقي غير طشونه. وياكم ياكم ياكم بن مسفر اللي في المركز الثاني، اللي في المركز الثاني، اللي في المركز الثاني، اللي في المركز. الله 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 الله. حرب 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 قوية وممتازة، مسيطرة وممتازة، مسيطرة وسيطرت ممتازة، وانتقلت ممتازة للمركز الأول وحافظت على المركز الأول. وتهانينا تهانينا تهانينا من الأعماق لحد هذه اللحظات، لحد هذه اللحظات لا زال لا زال لا زال الخوف موجود، ولا زال الرعب موجود، ولا زالت الأمور 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 لصالح المرعب، لصالح المرعب، لصالح المرعب. الله يا مرعب، الله يا مرعب. وشل الكاس الرابع وانتهى الكاس الرابع من الأعماق. نقول مبروك لسمو الشيخ حمد بن عبد الله بن خليفة الثاني على فوز الضبية بالمركز الأول.